مهمة صعبة تنتظر إسماعيل ود الشيخ في عدن، فالمبعوث الدولي وضع العديد من العراقيل مجددا أمام إنجاح مهمة شائكة كهذه. من مسقط إلى الرياض إلى الكويت، بحث ولد الشيخ ما يعتبر أنها الترتيبات المطلوبة لعقد جولة مشاورات ثالثة في الكويت، قبل أن ينجز زيارته الأهم إلى عدن، حيث يتعين عليه أن يسمع من الرئيس وحكومته، وهما المرجعية السياسية العليا في البلاد، ما ينبغي أن يسمعه لكي يكتب لمساعيه الجديدة النجاح. لا يكفي أن يجري المبعوث الأممي ثلاث مقابلات مع الإنقلابيين في مسقط ليقرر مسألة بهذا القدر من الأهمية بدون التشاور الكافي مع الحكومة الشرعية. يحمل المبعوث الأممي إلى الرئيس والحكومة في عدن تصورات غير مستقرة للحل، تجمع بين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأخيرة غداة لقائه الحوثيين في مسقط، وبين الخطة التي أملاها الوزير كيري نفسه وحملها ولد الشيخ للإنقلابيين الموالين لطهران وإلى الحكومة الشرعية، ورفضتها هذه الأخيرة بشكل حاسم. كما يحمل المبعوث الدولي قدرا من القلق من عدم إمكانية إنجاز الصفقة قبل انتقال السلطة في واشنطن. لا يتوقع المراقبون جديداً في موقف الرئيس والحكومة خارج المنهج الصارم فيما يخص التعامل مع المرجعيات الأساسية للحل في اليمن. الرئيس هادي في عدن، وهذا يعني الكثير بالنسبة لأولئك الذين تعاملوا طيلة الفترة الماضية مع السلطة الشرعية باعتبارها حكومة منفى، وتجاهلوا عن عمد العمق الجغرافي الكبير للحكومة الذي يمنحها القدرة على المناورة إلى حد يصعب معه المضي قدماً في خطة تمكين الإنقلابيين ومكافأتهم عن انقلاب قوض الحياة السياسية وقاد اليمن إلى أسوأ حرب أهلية في تاريخه.